السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو لينا لتالتة إعدادي السنة دي بإذن الله، سواء تجريبي أو ناشونال. إحنا هنتكلم على كذا فيلد أوف ساينس، اللي أنتوا عارفين الساينس بيتقسم لكيمستري، فيزيكس، بيولوجي، ممكن إيكولوجي، ممكن أسترونومي، على حسب يعني اختيار المنهج. فأول يونت فيه بنتكلم على فورس أند موشن. أول لما تشوف كلمة فورس تعرف إن أنا بتكلم على أنهي فيلد، على الفيلد اللي هو الفيزيكس. اوكي، خد بالك ان تالتة اعدادي مؤشر جيد جدا لاختياراتك بعد كده بالنسبه للثانوي، بما ان انتوا هتبقوا ثانويه عامه من اول اولى ثانوي السنه الجايه. فركز كويس قوي في انهي انواع العلوم اللي انتوا بتحبوها عشان تركزوا عليها في ثانويه عامه وبعد كده حتى في الكليه. طيب، فورسز اند موشن، هو اختار لي ان هو يتكلم عن الموشن واختار نوع معين من انواع الموشن اللي هو موشن ان وان دايركشن. طيب، عشان ابدا افهم الدرس او العنوان بتاعه لازم اعمل ديفينيشن للموشن. ايه هي الموشن؟ الموشن دي هي تشينج اوف ان اوبجكت بوزيشن. يعني لنفرض ان انا عندي راجل اهو، ده الاوبجكت بتاعي. الراجل ده واقف على مكان معين او موضع معين اللي هو البوزيشن، بسميه بوزيشن A. اوكي، وبعدين الراجل ده هيبدا يمشي لبوزيشن B، هيوصل لبوزيشن B اللي هو هنا. نفس الراجل هو هيتحرك اهو. اوكي، فروم A هيروح لحد بي. changing البوزيشن ده انا بعتبره موشن. اوكي، بس انا لسه ما خلصتش الديفينيشن. change of an object position as time passes، يبقى مش بس انا بدور على البوزيشن ان هو اتغير من A ل B، لا ده انا بقول كمان ان انا لازم احسب له الوقت اللي هيغير فيه البوزيشن بتاعه. ما هو ممكن يروح من A ل B في ساعة، وممكن يروح من A ل B في دقيقة، وممكن يروح من A ل B في ثانية. فانا محتاج الموشن، الحركه، محتاج ان انا اعرف هيروح من A ل B اللي هي الديستنس بتاعي في وقت قد ايه. as time passes according to the position of another object. ايه المقصود بالكلام ده؟ المقصود بالكلام ده ان لازم يبقى فيه واحد تاني بره الموضوع خالص، هو اللي شايف الموشن بتاعه البيرسون ده from A ل B، ماشي ديستنس قد ايه، والوقت اللي هو بياخده قد ايه. ده ممكن يبقى شخص، ممكن يبقى كاميرا، ممكن يبقى اي حاجه. اوكي، ولكن لازم يبقى فيه اوبجكت وليه بوزيشن مختلف تماما عن الانيشال والفاينل او البدايه والنهايه بتاعه الاوبجكت اللي ماشي في الاساس ده. ساعات يا جماعه بيسموه اوبزرفر، والاوبزرفر ده ممكن يبقى واقف في مكانه وممكن يبقى بيتحرك زي ما احنا هنفهم بعد كده. يبقى انا كده خدت الديفينيشن بتاع الموشن، ان انا عندي الموشن دي changing the position of an object from A to B، والموضوع ده بياخد وقت معين، عشان كده ال time is considered، الوقت بتاعنا معتبر في التعريف ده. ده كده simple definition of motion. طيب in one direction، كلمة in one direction ده يخليني اتكلم على ان في types of motion. انا عندي كذا type of motion، ممكن يبقى motion straight line، يعني ان انا ممكن ادي position A هيروح لposition B في straight line كده. اوكي، وممكن type of motion التاني يبقى curved. curved يعني ايه؟ يعني مش ماشي في straight line، ماشي كده في line معوج. يعني ابص كده هلاقي ان انا ممكن يبقى عندي another path ان هو يمشي بشكل ايه؟ curve. وممكن يبقى عندي another type of motion بسميه بقى combination. combination يبقى انا بتكلم ان انا ممكن اروح A ل B شوية ستريت وبعد كده قوم جاي اخد كيرف كده. فاحنا يا جماعة لما هنتكلم في اليونت بتاعنا ده هنتكلم على نوع واحد منهم اللي هو الموشن ان ستريت لاين. ومش بس ان ستريت لاين، ده احنا هنتكلم الموشن دي ان ستريت لاين ان وان دايركشن. يعني لو انا قلت الترين اللي قدام مني ده او المترو ده يعني بيستخدم الموشن ان وان دايركشن او ان ستريت لاين، يعني ايه بقى ان وان دايركشن؟ يعني يا اما هيمشي فورورد لقدام، يا اما هيمشي باكورد لورا. يعني مفيش فوق وتحت، لا احنا ماشيين يا اما قدام يا اما ورا. دي اللي بسميها الستريت لاين او الموشن ان وان دايركشن. طب لو انا عايز اتكلم عن سرعه الترين دي اللي ماشي سواء فورورد او باكورد، اللي هي الكلمه اسمها سبيد، السرعه بتاعه الترين ده، قدامي كلمتين
اعبر بيها عن سرعه الترين ده، يا اما سلو يا اما فاست، دي كلمتين بعبر بيها عن السبيد. والله ده قطر سريع، والله ده قطر بطيء. طيب هو ده اسرع من قطر الصعيد ولا ابطا من قطر الصعيد؟ ما انا بقى عندي بقى سريع وبطيء كده، مش هعرف اميز بين السرعات وبعضيها، ومش هعرف اميز بين السرعات المتقاربه والسرعات المتباعده والكلام ده كله. فعشان كده قالوا لا، ده احنا لازم بقى ناخد السبيد ونعمل لها scientific definition of the speed، ولازم نعمل لها كمان يونت تتقاس بيها عشان خاطر اتكلم على السبيد بشكل دقيق في الساينس اللي انا بتكلم فيه، وده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. يبقى انا لو حابب اتكلم عن السبيد، هي السبيد دي بتعمل لي ايه بالنسبه للموشن؟ بتعمل لي حاجتين اتنين، بتعمل ديسكرايب للموشن دي، معناها ان هي سريعه ولا بطيئه والكلام ده كله، وده قلنا ده مش كافي، وبتعمل ميجرمنت. خد بالكوا الكلمتين دول مهمين، ديسكرايب وميجر للموشن اوف الاوبجكتس، دي السبيد. طب الديفينيشن بتاعتها، الديفينيشن بتاعتها هيقول لي هو انا ايه اللي بيهمني اصلا في الموشن دي؟ مش انا بيهمني حاجتين في الموشن، نمبر 1 الديستنس، طيب ايه تاني؟ نمبر 2 التايم اللي الاوبجكت عمل فيه موشن في الديستنس دي. يبقى انا بتكلم على ديستنس وبتكلم على تايم، فهقدر اقول بقى ان الديفينيشن بتاعي الساينتفك ديفينيشن اوف السبيد هيبقى ديستنس موفد ثرو ا يونت تايم. طب انا عايز اترجم الكلام ده، لو انا عايز اطلع يونت بقى، عايز اعمل يونت للسبيد دي، فعايز اترجم الكلام ده لفيزيكال كوانتيتيز، فبقول هي الديستنس، هي الديستنس دي هديها السيمبل دي اهو، اوكي. التايم هديله السيمبل تي، اوكي، والسبيد هديها السيمبل في. يبقى دي ديستنس ودي تايم ودي سبيد، خد بالك دي سبيد. لو انا عايز اعمل ريليشن شيب بتوين ذم، هقول ان السبيد بتساوي، السبيد اهي بتساوي الديستنس اللي اي اوبجكت مشيه ثرو اوت او ثرو ا يونت تايم، يبقى ثرو التي. يبقى دي ريليشن كده ايه، مش هتتغير معايا، هتحل لي مسائل كتير. ايه هي السبيد؟ هي السبيد تساوي الديستنس على التايم. طيب تعالوا نرسم الترينجل اللي هنستخدمه في حاجات كتير. الترينجل ده هيساعدني في حل مسائل بشتى افكارها. الترينجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 يعني فيزيكال كوانتيتيز، هحط فوق الدي وهحط تحت هنا السبيد وهحط تحت هنا التايم. بيقول لك وقت ما تعوز تجيب الديستنس هتقوم جاي عامل مالتيبليكيشن للسبيد مع التايم، وقت ما تعوز تجيب السبيد يبقى هتعمل الديستنس ديفايدد باي التايم، وقت ما تعوز تجيب التايم هتقوم جاي عامل الديستنس ديفايدد باي السبيد. كل ده تطبيق للقاعده اللي احنا كتبناها هنا، ان ال v تساوي ال d على ال t. طيب لو انا بقى عايز احط يونت للكلام ده، يعني عايز اعرف ال speed اليونت بتاعتها ايه، ال unit of speed من نفس المثلث او من نفس ال equation بتاعي هجيبها. هي مش ال distance دي بتبقى عبارة عن meter، طيب وال time ده بيبقى عبارة عن minute، اوكي، يبقى ال speed بتاعتي بتساوي meter per minute. وممكن اقول حاجة تانية، هو مش ممكن اقيس بالكيلومتر؟ ما هو برضو المتر ده مش هيبقى سهل في القياس في كل حاجه، من القاهره لاسكندريه ما ينفعش اقيس بالمتر، بس ممكن اقيسها بالكيلومتر. ساعتها بقى مش هستخدم مينت، هستخدم الاور. يبقى انا عندي تو يونتس، ممكن اقول متر على المينت، وممكن اقول كيلومتر على الاور. وباذن الله في الفيديو اللي جاي نكمل الريليشن شيب بتوين السبيد والديستنس والتايم، مين مع مين بيزيد ومين مع مين بينقص، وهنتكلم على هاو تو كونفرت اليونتس فروم الكيلومتر بير اور اوديها للمتر بير سكند والعكس، وهاخد شويه اكزامبلز نحلها مع بعض. يعني اتمنى يكون الفيديو الاول يعني سهل، وبليز اللي عجبه الفيديو بريس لايك ويعمل سبسكريبشن لليوتيوب شانل بتاعتي عشان يعني يدعمها، ومفيش مشكلة ابقى ممنون لو عمل شيرنج لليوتيوب شانل او الفيديو ده
لأصدقائه، نبدأ مع بعض السنة بشكل خفيف كده، فيديوهات قصيرة وخفيفة، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.